شكر الله شيخنا وبارك الله فيه. نقول له مرة أخرى في الله من أسماء عز وجل ألا يحرمنا منه وشرف الأيام والأشهر القادمة إن أطال الله البقاء واللقاء. وشكر الله سعيكم ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يجعلني وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسن إنه لذلك مولاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله خيرا وسامحونا على الإطالة واعذرونا إن تمادينا أو تكلمنا بكلام فاحش أو جيد فنحن أنا بشر يعني أصيب وأخطأ وبالله عليكم.